أنا أعتقد الملفات الأمنية التي تتعلق أولا بالتهديدات الكبرى للمنظمات الإرهابية التي تهدد أمن مصر حتى يومنا هذا. في شمال سيناء هناك بؤر خطيرة لدولة الخلافة الإرهابية، وأيضا في داخل المدن الكبرى في جمهورية مصر هناك تهديدات وأعمال إرهابية خطيرة. إذا مصر تواجه الإرهاب، الأردن أيضا تواجه الإرهاب وتمتلك معلومات بالتأكيد استخباراتية وأمنية تجاه هذه البؤرة وهذه التنظيمات الإرهابية على صعيد منطقة الشرق الأوسط عبر مختلف تعاونها مع الأجهزة الاستخبارية الإقليمية أو حتى العالمية. أيضا العراق منذ 2003 حتى يومنا هذا يعاني من الظاهرة الإرهابية بمختلف أشكالها وتنظيماتها واتجاهاتها وتياراتها وطبيعة تطرفها الديني أو المذهبي. إذا ظاهرة الإرهاب اليوم هي تضرب في منطقة الشرق الأوسط. نعم تم الانتصار على دولة الخلافة الإرهابية اللي كانت تنتشر بين العراق والشام في ثلث الأراضي العراقية وأكثر من ثلث الأراضي السورية. اليوم هذه الدولة الإرهابية غير موجودة، كانت قوة مالية نفطية اقتصادية وغيرها من التفاصيل المعروفة. اليوم هناك بؤر لهذا الإرهاب في صحراء الرمادي المنطقة الغربية، عندنا بعقوبة ديالة تكريم.